في أغسطس الماضي أيدت محكمة أمريكية قراراً بتأكيد الموافقة على خطة شركة سبيس إكس لنشر عدد من أقمار ستارلينك الاصطناعية ضمن مساعيها لنشر الإنترنت الفضائي، حيث طعنت شركتا فياسات وديش نتورك المنافستان لسبيس إكس على قرار بنشر 2824 قمراً اصطناعياً لتوفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عالية السرعة. فما هو الإنترنت الفضائي؟ هو إنترنت لاسلكي يبث بالأقمار الاصطناعية ويوفر تغطية عالمية، لكن فكرته بعيدة المدى غير مطبقة في معظم الأماكن. تتنافس شركات محددة في هذه الخدمة، لكن أبرزها ستارلينك لكثرة أقمارها وقوتها في بث الإشارة، كما أنها أرخص من أنواع الإنترنت الفضائي الأخرى، إذ ستكلف معداتها $500 للتركيب الأولي بالإضافة لاشتراك شهري بسعر $100. وتستخدم الشركة أطباقاً هوائية يمكن تركيبها على المركبات والسفن والطائرات.